السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا في احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى النهارده هوديكم عند احمد بوجي، عايزين بقى نعرف النهارده الاسعار عاملة ايه والاخبار عاملة ايه، ويا ترى اسعار الكوتشات عنده زادت، ويا ترى ايه الجديد اللي موجود عنده. هنعرف كل حاجة النهارده معانا في الفيديو، تابعوا معايا. والنهارده جولة يوم النهارده الجمعة يا جماعة، هندخل عند احمد كده ونشوف اسعاره عاملة ايه وايه الجديد اللي هو جايبه النهارده، يا ترى الاسعار زي ما هي ولا انا متحمسة قوي وعايزة برضو اعرف ايه الحاجات اللي موجودة عنده. وطبعا الساعة دلوقتي بالظبط 11، لان لو جيتوا له بدري مش هتلاقوه موجود، هتلاقوه لسه ما فرش. يلا كده هنبدا مع بعض ونقول بسم الله توكلنا على الله. ويا ريت ما تنسوش يا حبايب الغالين اللايك واشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. ده بصوا من عند كشك مناع، شايفين هنا ده كشك مناع على كده، وهو بيبقى فارش في الحته دي اهو. هنا احمد. طبعا يا جماعه اول ما وصلت عنده طبعا كانت الناس زحمه عنده، على الرغم من الحر النهارده الدنيا كانت زحمه جدا. احنا ده كشك مناع اهو، اخر سور شركه الكهرباء، ده اخر سور شركه الكهرباء يا جماعه، ولا بنروح يمين ولا شمال، اخر السور بالظبط في كشك اهو، ده اسمه كشك مناع. ودي الفرشه النهارده انا شايفه في حاجات جديده عنده، مش عارفه دي بقى ايه، هخليه بس يجي دلوقتي عشان هو مشغول عنده ناس عماله تشتري. فهنشوف دلوقتي الحاجات اللي موجوده واسعارها. مش عارفه انا الصوت ده عايزين نوطيه عشان خاطر يعني هنا مبدئيا بنبص بسرعه كده نظره سريعه على الحاجات، عرفت ان هي طبعا كلها موديلات جديده، مش حاجات يعني قبل كده، لا كانت من كلها حاجات جديده اللي هو جايبها النهارده. هندخل كده مع بعض ونتابع الاسعار ونشوف يا ترى الاسعار اخبارها ايه عند النهارده، ونتعرف على ماركه كل حاجه باسعارها كمان. السلام عليكم، ازيك يا احمد عامل ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار عاملين ايه؟ الحمد لله. ايه عايزين نعرف بقى الاسعار النهارده، وقول لنا ايه الجديد اللي موجود عندك؟ كل ده جديد، كل دي موديلات السنه. الموديلات السنه الجديده 500 ما غلتش شغل، يعني لسه السعر زي ما هو. ما غلتش شغل، الوحيد اللي في مصر ما بيغلش سعره. تمام، عشان نبقى ثابتين على السعر اللي انت بتقول. كام بقى؟ 50 500. طيب ورينا كده بقى ايه اللي عندك. حد اقصى عندي في الكوتش يعني. طب تمام، ورينا يا احمد كده ايه اللي عندك انت. طبعا اللي تطلع لي كده طبعا دي كلها موديلات السنه دي. اير 270 الوان جديده. اسمها ايه؟ اير 270 تبع مايك. اير موديل وسب... اير 270. اير 270 يا جماعه اهي. طبعا الجزمه خفيفه، بص شكلها عامل ازاي. دي اسمها زد اكس اديداس. زد اكس اديداس على اول صفحه اديداس لسه مديك ايه. يلا يا احمد كده نشوف ده ايه. ده زد اكس اديداس، ده زد اكس اديداس ولا ايه ده؟ ده ب 450 يا جماعه، زد اكس اديداس بره ب 550، هو عنده اهوت ب 450 جنيه. بصوا الموديلات عامله ازاي، شكلها حلو قوي بصراحه. بصوا شايفين دي كمان اديداس برضو. يلا يا احمد كده قول لي. ده برضو زد اكس اديداس اهوت ب 450 جنيه. وريني بقى ايه تاني، وريني عندك. يلا كل دي الموديلات بتاعت السنه دي يا جماعه 2023 اهي. بصوا يا احمد وريني ايه اللي عندك، وريهوني بقى كل اللي موجود كده، تعرفني حاجات منها. شايف نفس اللي انا مسكتها دي ايه؟ زد اكس اديداس برضو ولا دي ايه دي؟ دي اديداس اصل اهي يا جماعه. بصوا ب 450. بصوا من بره كده الجلد وشموه حلو قوي، شكلها تحفه بصراحه. دي بس تقيلة شوية، دي نايك، دي نايك بس تقيلة يا جماعة. بصوا اسمها ايه؟ جيفر. ثواني وريهاني برضه عشان نبين الماركة. بصوا دي ماركة جيفر، نايك جيفر. بص بس هي الموديل ده جديد على فكرة. دي اير جوردن 4 ب 450. علي صوتك يا احمد، علي صوتك. دي اير جوردن 4 بتراوح سعرها من 450 ل 800، ببيعها ب 450 وعندك مكان. دي الاصلي الاوريجينال ولا الكوبي؟ لا دي الاصلي. دي الاصلي يا جماعه سعرها في المحل ب 800، هو عنده اهيت ب 450 جنيه. اسمها سوبر ستار، ختمها اهو. سوبر ستار. تمام، بصوا يا جماعه. دي الاصلي برضو الاوريجينال، بصوا. دي ب 450 يا جماعه الاديداس الاصلي، بصوا اهي. والختم من جوه اهي 450. طبعا في مقاسات، بصوا دي بقى تحفه، دي خفيفه خفه والله. بص ريشه ريشه بصراحه. دي ايه يا احمد دي؟
ده سكتشر موديل. بصوا دي السكتشر عشان الاسم ما كانش باين. بص سكتشر سكتشر اهي، بص عامل زي الشراب بس خفيفة جدا. بصوا دي نفس الكلام برضو خفيفة قوي سكتشر. بصوا الالوان بتاعتها، هو بيقول ان هو فيها الوان. شايفين الموديل ده اللي انا شفته في الاول اهو، ده الموديل الجديد. بصوا الموديل الجديد ده روعة يا جماعة. بصوا هو حلو بس تقيل، يعني انا حاسة ان هو تقيل شوية. بصوا الشكل بصوا عامل ازاي تحفة. هو عنده بصراحة موديلات حلوة، هو نقلبها من هنا. الجو النهاردة يا جماعة النهاردة نار نار، انا حاسة فوق ال 45 بصراحة. انا حاسة النهاردة الجو فوق ال 45 بصراحة، ربنا يرحمنا الجو نار جدا. انا جايبة مية تلج وعمالة اجيب حاجة ساقعة عشان اقاوم الحر ده. شايفين بقى الموديل ده تحفة، بصوا خفيفة جدا وشموه بقى على حلوة قوي برضو. بصوا دي طبعا انا اوريكم الحاجات اللي موجوده بقى، وهي طبعا بتتراوح الاسعار عنده من 450 ل 500، ما فيش حاجه اكتر من 500. دي اديداس برضو. شايفين دي شكلها، بصوا دي كمان دي حلوه قوي برضو. السلام عليكم، ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. طب قول لي ايه، انت بتاخد من احمد صح؟ انا باخد من احمد بقالي اكتر من 4 سنين انا والاولاد. ما شاء الله. طب ايه رايك في الحاجات اللي بتاخدها من عنده؟ بسم الله ما شاء الله. قول له شكيت في حاجه، الراجل ده بيشتري شغل اهو. ما شاء الله ما شاء الله، يعني انت بتاخد منه وعارف ان حاجته طبعا اصليه وكويس. ما شاء الله، وهو احمد معروف يعني. معروف طبعا معروف، ربنا يرزقك يا احمد يا رب. تصوري حاجه زي كده عشان الناس تفتكرني انا بجيب ناس. لا طبعا، ما هو الراجل بيشتري واحنا سالناه صدفه يعني. ما ربنا يرزقك يا رب، ربنا يسعدكم جميعا. عرفني بقى طلم. لا على فكره على فكره فعلا انا بلاحظ كل حاجه بتزيد ما شاء الله. احمد انت ثابت على سعرك؟ انا ثابت، انا على الناس، الناس بتجي لي انا. يعني انت عشان عامل زبون عشان خاطر الزبون بتاعك. الزبون بسبب الفلوس بقى. ربنا يسعدك يا احمد. يلا طلع لي الحاجات المستخبيه، انا ما اعرفش زيك. قول لي ايه اللي موجود، انا هطلع انا زيك. النايك دي حلوه قوي. بص احلى حاجه في النايك ان هي خفيفه فعلا، عامله زي الريشه كده تحفه. بصوا صوري المقاسات الخاصه دي اللي مش موجوده عند حد. المقاسات دي 40 لحد 50 دي. بصوا يا جماعه انا فعلا اتصدق، انا بدور على مقاسات كبيره مش بلاقي. كام ده؟ دي المقاسات دي كام؟ 48. بصوا يا جماعه دي المقاسات الخاصه يا جماعه اللي احنا مش فعلا 48 لحد 50. بصوا دي المقاسات الكبيرة يا جماعة، يعني حتى المقاسات الكبيرة والله العظيم حلو ان هو احنا بنلاقيها عند احمد. شايفين يا جماعة؟ دي المقاسات الكبيرة. يعني انت طلعتها، انا كنت هطلعها ازاي دي على فكرة المقاسات الكبيرة. المقاسات دي بتبقى ناقصة عشان هنا اكترياتنا بنلبس لحد 48، ففي ناس بتلبس لحد 51. صح. فانا بجيب مقاس 51 ونص مش موجود غير بالناس. شايفين هو طبعا بيجيب المقاسات الكبيرة يا جماعة، يعني عنده المقاسات اللي هي مش موجودة في أي مكان تاني. بصوا دي بقى النايك دايما خفيف. بصوا شكله وعنده موديلات طبعا كتير والمقاسات موجوده كتير. دي طلعت لون تاني. دي السكتشر اهي. بصوا في منها الازرق، في منها الوان، يعني الكويس ان هو في منها الوان كمان. طلع لك اللون ده ماشي. دي اديداس اهي برضو بيقول ب 450، هو من عنده من 450 ل 500. بصوا دي ده سكتشر برضو بس بالرباط، ده سكتشر بالرباط يا جماعة. ده سكتشر برضو بس بصوا لونه، وده بناتي اكتر. ده شايفين شكله طبعا خفيف اهي. انا النهارده هو كان مشغول جدا لاني كان بيحاسب في الناس، وكانت الناس برضو كان كتير ناس زحمه عنده. وهنا قدام كشك مناع برضو يا جماعه، للي عايز يوصل له بيبقى موجود من الساعه 10 او الساعه 11، يعني الساعه 8 9 كده لا ما بيبقاش موجود، وبيفرش دايما على الناصيه الشارع ده. وحاجته اصلي مش كوبي.
بصوا ده الحاجات اللي هو عامل عليها عرض ب150 جنيه، كل الحاجات دي. هو ايه ده، اسمه ايه ده، نوعه ايه؟ ده كومفيرس. كوتشيات اطفال يا جماعه، وكل الحاجات دي عامل عليها عروض ب150 جنيه. تعالوا ابص لكم عليها برضو كده ونشوفها. بصوا كومفيرس اهي، وعاملين لها عليها عرض ب150 جنيه. طبعا الختم اهو موجود. كل ده على 150. بصوا كوتشيات الاطفال ده 29. طبعا في مقاسات كبيرة ومقاسات صغيرة، ولما بتطلبي منه مقاس بتلاقيه. بصوا الوان حلوة. بصوا عايزين برضه اوريكم الحاجات اللي هناك دي، شايفين اللون ده جديد، حساني لون غريب شوية. ده برضه النايك اهي، دي كلها اللي عليها الخصومات ب150 جنيه، اي حاجة من دي ب150 جنيه. النايك برضو الكوتش ده ب150 جنيه، شايفين ده برضو ده مستورد فاشن اهي. ده كابيتال تراجيت، استنى اوريكم حاجة. وده برضو، وده برضو على 150. ده ب100 يا جماعة، ده عامل عليه عرض كله ب100 جنيه. أبو الناس طبعا اللي في الارض ده اللي انتوا شايفينه كان ب100 جنيه، وفي منه مقاسات كبيره، يعني في منه اطفال برضو مقاسات كبيره. وعلى فكره خامتهم تحفه جدا، دي كلها بواقي تصدير. دي كل برضو برجع لكم تاني عشان ابص لكم كده، لان طبعا هو اللي بيبقى فاهم وبيطلع الحاجات اللي بتبقى مستخبيه، فطبعا مشغول جدا وبيحاسب في الناس، فمرضتش طبعا ان انا اتقل عليه كده. ده بص السكتشر يا جماعه اللي هي برباط واللي هي عامله زي الشراب، دي الموديلات اللي موجوده، كان في منها الوان. فطبعا زي ما بكمل كده بقول لكم ان انا مرضتش بقى نتقل عليه، وقلنا احنا بقى نصور مننا كده ونعرف الحاجات الموديلات الموجوده. وفي كل مره بيجيب حاجات جديده. دي نايك يا جماعة اللي أنا ماسكاها، خفيفة جدا وحلوة قوي، في منها ألوان، ولما بتطلبي منه مقاس بيجيبلك. يعني أنت لما تكوني عايزة مقاس الحاجة عجبتك وعايزة منها مقاس بيطلعها لك هو. في منه عنده طبعا المقاسات الكبيرة، المقاسات الكبيرة قليل قوي لما كنا نلاقيها. طبعا فاجئني لما طلع لي اللي هو المقاس 50، بيقول 50.5 أو 51.5، فبصراحة قليل قوي لما بنلاقي المقاسات اللي هي الخاصة دي. كل حاجة أو كل قطعة موجودة أوريجينال مش كوبي. الحاجة ديت في حاجات بتتباع في المحلات بألفات، هو سعره من زمان على فكرة، وهو السعر عنده 450. في ناس بتقول غلت السعر، يا جماعة أنا لسه مصورة عنده النهاردة، ولما قال لي إن السعر زي ما هو من بقاله كذا شهر بنفس السعر ده، فما غيرش اسعار ولا حاجه. كل مره بيطلع حاجات جديده باسعار مختلفه. يعني اللي على الارض ده لما انا بصيت عليه حاجات اطفالي و ب100 جنيه. البواقي اللي هي بواقي بقى الكوتشات التانية زي ده كده، بس بتبقى قطعه عامله كام، 150 جنيه. بصراحه بلاش، يعني في الجزء اللي هو ب 150 ده كان في قطع نايك واديداس وسكتشر برضو قابلتني وسعرها كام، 150 جنيه. انما زي ما انتم شايفين هنا حاجته طبعا معروفه اوريجينال، مش بيجيب الكوبي اصلا. وكان عنده جزم جلد طبيعي اللي هي الرجالي، بس النهارده انا ما شفتش حاجه، يعني ما شفتهاش، لان انا كنت معديه فما كانش فارش بدري النهارده. وزي ما انتم شايفين طبعا الناس بتشتري منه، لان اسعاره معروفه ومكانه سهل. يعني بصوا للناس اللي عايزه توصل له، طبعا انا في كل مره بحط رقم احمد بوجي على الفيديو. النهارده
طبعا كل الفيديوهات اللي قبل كده انا يعني الرقم موجود، بس عامه يعني اضمن لكم لما هتروحوا الجمعه السبت الحد هو بيفرش كل يوم من 11 كده هتلاقوه موجود ان شاء الله، يعني من 11 بتلاقوه فارش في المكان ده زي ما انتوا شايفين. طبعا هو قرب ليه قدام هنا شوية، وحط المرة دي على التروسيكل ده لان كل مرة بيبقى فارش في الارض، لان طبعا الدنيا كانت حر جدا، بصوا كانت جهنم كده في الوكالة. ان شاء الله هعمل لكم جولة برضو باذن الله، بس استنوني ان شاء الله للجولة للوكالة كاملة. طبعا الجو يا جماعة كان لا يطاق، يعني سبحان الله انا حسيت ان درجة الحرارة عدت 50. الجو زحمة جدا يا جماعة النهاردة على الرغم من الحرارة، انا حاسة ان هي فوق 45 صراحة. شايفين دي كده، نبص برضو على الموديلات اللي موجودة، بصوا دي ده موديل، دي خفيفة قوي، انا حاسة ان دي نايك برضو، بصوا خفيف. دي اديداس برضو، ودي اديداس اهي الموديل ده يقول ب 450. بصوا دي نايك برضو الاصلي، طبعا ده كله الاوريجينال يا جماعه. دي نايك برضو بس لونها حلو. دي الاديداس اهي، طبعا شايفين هنا الناس زحمة عنده عشان كده مش عارفين نتكلم معاه. دي نايك برضو السكتشر برضو حلو. بصوا دي اللي هي عامله زي الشراب. سبورت رياضية، تعالوا بصوا لكم برضو على الحاجات اللي هي بمية. عندك ايه 28؟ اه ماما عندك اطفال كده 28. طب انا هاخد جنبه ده 100. 28 السودا دي، ايوه ورانا 37 ده كله بمية. بكام ده مثلا؟ طبعا كده يعتبر احنا بصينا على الحاجات اللي موجودة عنده سواء اللي هي بمية او بمية وخمسين اللي هي البواقي، وشفنا طبعا الماركات اللي موجودة عنده من الكوتشيات كلها بكل انواعها. اللي عايز بقى كوتش كده ماركة براند محترم بجد يعتبر من ارخص الاماكن اللي موجودة في الوكالة، وهو مكان واحد بس، يعني ما عندهوش اماكن تانية غير هو ده الموقع الاساسي بتاع احمد اللي بيفرش فيه على طول، يعني ولا بيغيره باي مكان تاني، هو دايما مكانه هنا. وزي ما قلت لكم هو دخل لجوه شوية عشان خاطر الشمس والحر. وكده خلصنا الجولة بتاعتنا عند احمد وعرفنا مكانه وعرفنا كل التفاصيل اللي خاصة بالكوتشيات البراندات الاوريجينال الاصلي، كل الانواع كل الماركات موجودة عنده، اطفالي مقاسات بناتي كبار صغيرين، والمقاسات الخاصة كمان موجودة عند احمد. اتمنى يكون الفيديو عجبكم ويكون نال رضاكم. النهاردة يا جماعة الجو كالنار، يعني اللي خرج النهاردة اكيد عرف، يعني سبحان الله ربنا يرحمنا. مع السلامة واستنوني الفيديو الجاي ان شاء الله في امان الله.